من المشهد ينضم إلينا مازن الشامي مراسل شبكة شام من دمشق. مازن، في البداية ما هي آخر التطورات الميدانية في مدينة حلب؟ هل هناك إحصائية جديدة لعدد الشهداء نتيجة سقوط البراميل المتفجرة؟ نعم مازن، زرتك في مدينة حلب جراء القصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة على عدة أحياء، وكما ذكرنا ارتقاء أكثر من 10 شهداء وخاصة في حي مساكن هنانو، ولا زالت البراميل تتساقط حتى اللحظة هناك، وأيضا سقوط العديد من الشهداء في المنطقة. طيب، كيف تبدو الصورة لديك الآن في دمشق وريفيا؟ نعم، منذ الصباح وحتى اللحظة أكثر من 8 براميل متفجرة سقطت على مدينة دارية، حيث قام الطيران المروحي منذ الصباح وحتى اللحظة بإلقاء البراميل تقريبا خلال أقل من ساعتين. هناك 8 براميل أدت لدمار هائل في البنى التحتية، ولا زالت جبهة بلدة المليحة تشهد اشتباكات في محيط دار الدفاع الجوي، مما أدى لسقوط منذ قليل شهيد، وهناك عشرات الجرحى واشتباكات في جبهة المرج من جهة بلدة أزمانية، بالإضافة لقصف المدفعية الثقيلة تعرضت له بلدة زملكة ودومة، بالإضافة لمناطق المرج. أيضا أحياء العاصمة دمشق شهدت قصف، وخاصة أحياء القابون وجوبر الذي شهد الأخير قصف مدفعي استهدف منازل المدنيين في المنطقة. هل لديك أي تطورات أخرى في باقي المناطق مازن؟ نعم، في حماة الطيران المروحي منذ قليل قام بإلقاء البراميل التي استهدفت مدينة مورك في الريف الشمالي، وسط قصف مدفعي عنيف عدة مناطق في ريف حماة الشمالي، واشتباكات هي الأعنف على طريق. على أي حال أشكرك شكرا جزيلا مازن الشامي مراسل شبكة شام، كنت معنا من دمشق.